يتضمن المخطط التالي درجات الاختبار واحد واختبار اثنين لجميع الطلاب مصنفة وفق المادة. يمكن اعداد المخطط ورسم الاعمدة بحيث تكون مصنفة وفق الاختبار واحد والاختبار اثنين اي التبديل بين الصفوف والاعمدة. ولتطبيق ذلك يتم النقر فوق المخطط المطلوب التبديل فيه ثم اختيار قائمة تصميم الموجودة ضمن قائمة ادوات المخطط والنقر على ايقونة تبديل الصف العمود او يمكن اختيار قائمه تصميم الموجوده ضمن قائمه ادوات المخطط والنقر على ايقونه تحديد البيانات او النقر بالزر الايمن فوق المخطط واختيار تحديد البيانات ومن مربع حوار تحديد مصدر البيانات يتم النقر فوق تبديل الصف العمود